كل ما انا ما عجبني رجال ان شاء الله يقصر معي بنت صغيره، باي حبيبي بجيب اللي بعده. وضعك الاجتماعي شو؟ بعيش معه مساكنه لافهمه، وساعتها بقرر اذا بتجوزه ولا بقول له باي حبيبي. طلع فيه قول يا ترى هذا رجال بالتخت ولا لا. شو صار بهذه الليله تحديدا خليك تنفري منه؟ حطينا رجال وطلع مش رجال. شو يعني طلع مش رجال؟ تخت الفرشه ما كان. يا طلاق يا طلاق يا خيانه. قلت له بصراحه انا اذا ببقى معك اكثر ماني من النوع اللي بركب قرون. اذا قال لك تركيني نام تعبان اليوم شو بتعملي؟ بقوم بحكي على التليفون بتسلى حدا كلمتين حلوين بنام مبسوطه. لما يحط لي ولا حدي انا شو بدي بهاللوحه؟